واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف هذه الفعاليات إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. مصر عليها العين وولادها الغاليين. تواصل وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توزيع مساعدات عينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء عنهم تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حرصا من الوزارة على دعم ومساندة المواطنين في كل مكان على أرض الوطن. كل سنة وانتم طيبين، ونشكر سيادة الرئيس انه بيفكر فينا ووصل لينا هنا في المنيا. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة حضرتك طيب يا ريس، وربنا يخليك لينا ودايما معانا كده وجنبنا على طول. احنا عم نشكر الرئيس ونقول له كل سنة وانت طيب، ان هو مش ناسينا في المبادرة بتاعته ديت. شاكرين يا ريس على الهدايا الجميلة ديت، وكل سنة وانت طيب. هنا مصر اللي عايزينها، ادها هنا مصر، أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر اللي عايزينها، ادها هنا مصر، أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر. أنا بشكر سيادة الرئيس على دعمه لينا، وإن هو بيفتكرنا حتى لو في آخر الصعيد، وشكرا على المبادرة اللي حضرتك عملتها لنا وكفتنا من كل الموارد. وما حرمناش منك يا ست الرئيس، وألف ألف شكر، وربنا يخليك لينا. هنا مصر اللي بارك لك يا ريس، فرحتنا، فرحت قلوبنا. كل سنة والرئيس بخير، وكل سنة والشرطة المصرية بتاعتنا بخير، وكل سنة وانتم طيبين. حاجة كبيرة جدا ان الرئيس فاكرنا في كل الأوقات، وفاكرنا هنا في جنوب سيناء محافظة بعيدة، ودايما فاكرنا في كل حاجة. كل سنة طيب، وكل سنة والسيد الرئيس طيب. مأموريات وزارة الداخلية انطلقت إلى جميع المحافظات لتوزيع هذه العبوات التي تحتوي سلع غذائية متنوعة على المواطنين، مستهدفة أماكن إقامتهم وعملهم، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. بقول للرئيس ربنا يخليه لنا ويقعد عليه بخير ويطولنا في عمره يا رب. هنا ما بنعرفش الخوف، متفهمش منه سعادة الرئيس، تملي فاكرنا وتقعد عليه الايام بخير. شرف عظيم ليا ان هم جم شرفوني النهارده وجول لحد باب بيتي، وده في حد ذاته يعني احسن من كرتون ومن اي حاجه، وجودهم في وسطنا كده وهم اهلنا اصلا. هنا مصر ألف شكر لسيادة الرئيس إن هو فاكرنا مش ناسينا في أي وقت. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، كل سنة طاب الرئيس. نجاحات متواصلة تحققها مبادرة كلنا واحد منذ أن أطلقتها وزارة الداخلية لتفعيل دورها الإنساني والمجتمعي لتخفيف العباء عن كاهل الأسر المصرية، والعمل على توفير احتياجاتهم بخاصة في المناسبات المختلفة. بصراحة الرئيس هنا في شمال سيناء مش مخلينا محتاجين أي حاجة خالص، دايما فاكرنا في كل المناسبات. بنشكره جدا على الكرتونة الكاملة دي. لما قرب وبعيد شعب الإيد في الإيد والقلب. شكرا ليك وشكرا للرئيس، وكل سنة طيبين، وتحية مصر.
كل سنة وانتم طيبين وكل سنة والرئيس طيب وبخير وسعادة يا رب، وربنا يوفقك في كل خطوة بيعملها. هنا بلد الجدعان وما فيش منا جبان، في الشدة بيبان من اللي بيحب مصر. هنا مصر اللي عشناها اتباها، هنا مصر أحلى بلاد الدنيا دي يا بلادي. هنا مصر، هنا مصر. نشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات اللي بيعملها لنا في شمال سيناء. احنا في شمال سيناء عايشين في حياة كريمة والحمد لله في امن واستقرار. نشكره على الامن والامان، وكل سنة وحضرتك طيب يا سيادة الرئيس.